Cikgu boleh cakap bahasa Arab tak? يعد JP Pro أحد البرامج المهنية التي تم إنشاؤها نتيجة للتعاون بين قسم التسجيل في وزارة التعليم الماليزية BMKPM وجامعة تكنولوجي مارا UITM وACCA ماليزيا. الغرض من إنشائها هو تخريج العديد من المحاسبين المعتمدين من بومي بوتيرا. هذا البرنامج هو نفس برنامج جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA المقدم في إنتك وكلية صنواي وكلية بينانج المركزية والمؤسسات الأخرى ذات الصلة. ومع ذلك هذه الدورة تختلف تماماً عن الكليات الأخرى. من أجل تأهيل خريج SPM لمتابعة برنامج جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين ACCA يحتاجون إلى متابعة برنامج CAT أولاً، في حين أن JP Pro هو برنامج حيث يمكن لطلاب SPM الاستمرار في متابعة برنامج ACCA دون الحاجة إلى المرور عبر برنامج CAT.